شحال كنور هانتوما؟ ايوا يا الغزالات، اللي عندها شي جديده تنوض تجبد. اليوم غادي نصايبو كنور طبيعي وغزال وما فيه حتى شي حاجه اضافيه. البنات كنحتاجو القدي. هذا اللحم بكري خديتو عطرتو ودرتو يتشمش، ها هو تتشمش مزيان مقرمش. اول حاجه غادي نطحنوها، ولا ديوها عند العطار يطحنها لكم. انا غادي نديرها في الثيرموميكس وغادي نطحنها. هنا غادي نحاول نقرض شويه الحيمه قريضات صغيورين. هنا قطعتها، هنا خدينا الكميه اللي بغينا، غادي نطحنها ان شاء الله. طحنات هنا البنات، من بعد ما طحنا اللحم كتجي بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ غربه الغليظ وغادي نغربلو فيه هذه الحيمه. الغزالات ديالي شوفوا، من بعد ما غربلناه كاع ديك الشحمه كتبقى هنايا. كنديروا الخليط، الخليط كنديروا هذيك الحيمه اللي غربلنا. ناخذ واحد الكاسرونه وتنديروا فيه الزبده. تعمدت انني نخلي الجوا باش نقول لكم بلي الزبده مارغرين، لان هي اللي غتعطينا داك القوام ديال الكنور وغيبقى قاصح. غادي نذوبوها، غادي نعطروا، كتزيدوا ليه العطريه اللي بغيتوا. سكنجبير، شويه ديال الحاره في بلاصه التحميره، شويه ديال خرقوم بلدي، بصله الكارمه، وهنا الاعشاب المنسمه اللي هي اللي غتعاونوا باش ياخذ داك اللون ديال الكنور. غادي ندير شويه ديال الملحه، الخليط ديالي ها هو كنخلطو مزيان. من بعد ما دابت الزبده البنات تنزيدوا عليها نص كاس ديال زيت العود، تنخلطوا كلشي مزيان. بسم الله، هذا الشيء تجمع صافي. ها هي شوفوا القوام ديال الكنور، ها هو هذا بالقالب البنات. غادي نديرها في هذا ديال الشكلاط. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذا المول هذا، ديروها في شي بلاطو يكون طويل وخليوها حتى كتشد في راسها وقطعوها. دونك ها هو البنات، غادي نديرو في الثلاجه. ها الكنور البنات، ها هو البنات، ما تخيلوش كيفاش كيجي شي حاجه اللي نتوما مصايبينها بيديكم. شوفوا ها نتوما بحال الكنور الاخر، هانتوما غزال. كنتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم. انا غادي نطيب به وغادي نوريكم النتيجه وغنقول لكم فين طيبته، وجات بنينه وجات. المهم هو راه بنين، هانتوما غير هكا طوب رائع. اهم حاجه ان داك القدي تشمشوه مزيان حتى يطيب بديك الشمس، يقساح يتكرمل. حتى اللي ما عندهاش الشمس تقدر ديروه في الفران وتخلي ديك الحيمه بلا شحمه تتكرمل مزيان 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 عاد باش تاخذها وتطحنها. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ليونا. السلام عليكم.